والناس خيرات مظهر بيك يعني بيسكتوا بيطنشوا طرشان خرسان. ايه 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 فهمت هاي. ساوي اللي قلت لكم عنه يلا. صار شري شري بعدين بناكل شري. كله من تحت راسك يا مياسي، كله من تحت راسك. اعملي وكتري. يعني لقيت خروف ليته سبع شبار ابن عمي؟ اي لقيته، بس مو على مقاس ايدي انا. كيف لكان؟ الشيخ فتالي اياها، قال لي ما شرط تكون ليت الخروف على مقاس ايدك انت، معلش تكون على مقاس ايد ابنك شريف. ايه الحمد لله انه وصل ندر، والخروف وينه ابن عمي؟ تركته عند اللحام مشان يذبحه ويوزعه. الله يجزيك الخير. اللهم امين. افتكار انا عم فكر هيك انه نساوي لنا شي عزيمه لرجال الحاره كلهم، شو رايك؟ من عيون التنتين من يوم يومك كريم وصاحب واجب. يعني اكله كبه هيك بنساوي جنب منها شي. ايه صار ليش لا؟ وانا بحكي مع اختي ام عصام مشان تجي وتساعدك. يوه ليش ام عصام؟ انا والبنات بنساويهم. لا لا ما بتلحقوا، لانه اكله الكبه بدها شغل كتير. ايه بامرك تقبرني، اي مساوي لك كاسه شاي. ايه والله يا ريت. شرفك صلوا، طولوا بالكم كله حياخذها.